مرحبا بكم، رجعنا لكم وصفة جديدة، إن شاء الله تكونوا بخير. أتمنى الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس. شكرا كثير لكم، يلا بينا. ملح، لكل لتر ماء 50 جرام ملح، 10 لتر 500 جرام ملح. تحريك جيد، وضع الدجاج بالماء والملح لمدة ساعة، هذا بضيع الزفرة بيحتفظ بالرطوبة وبيجعل الفراخ من الداخل في رطوبة، يعني طري في ليونة ما بنشف، حتى لو قعد ساعتين بالفرن ما بنشف. بخصوص توابل الدجاج، إذا أنتوا حابين تعملوا توابل الدجاج في البيت عندكم، فهذا هي العيارات. على سبيل المثال، كزبرة 25%، بابريكا 25%، فلفل أسمر 10%، كمون 10%، خردل مطحون 10%، كركم 10%، الهيل 10%. 10% يعني لو افترضنا نقول يعني عيار من الهيل، عيار كركم، نفترض البابريكا عيارين ونص، يعني معلقتين ونص بابريكا، فلفل أسمر معلقة، كركم معلقة، هيل معلقة، هيك بصير. نضيف الماء الساخن في الوعاء حتى يضل الفراخ رطب، نوضعه في الفرن على درجة حرارة 200 في الرف الأوسط لمدة ساعتين. هذا اللي هو الكسكسي أو المفتول الناشف، هو ناعم موجود في كل مكان، موجود متوفر. جرادة، نضيف له جرادة، عين الجرادة ناشفة موجودة عند العطار، والزبدة تقريبا معلقتين 50 جرام زبدة، زيت أي نوع زيت أنتو تفضلوه، تقريبا معلقتين، ممكن زيت زيتون، ممكن زيت نباتي، أي زيت، تقريبا معلقتين. مرقة الدجاج لتر، يعني لكل نص كيلو لتر مرقة دجاج. إذا مش موجود مرقة دجاج ممكن ماء ساخن، لازم يكون ساخن، سواء المرقة مرقة الدجاج أو الماء لازم يكون ساخن. لكل 500 جرام كيلو مية أو لتر مية، يعني الضعف. نوضع قليل من الزيت، أي نوع زيت، بصلة مفرمة، بنشوحها على نار على حرارة عالية شوية، نضيف الفلفل الأخضر، طبعا الفلفل الأخضر اختياري، ممكن تضيفه شو ما بدكو من خضار، ممكن تضيفه جزر، ممكن تضيفه قرع، شو بتحبوا. نضيف الطماطم تقريبا حبتين طماطم، طبعا الخضار، موضوع الخضار هذا حسب الذوق. فلفل أسود معلقة صغيرة، كركم معلقة صغيرة، ونضيف مرقة الدجاج. مرق الدجاج ممكن نعملها مع جناحين الفراخ أو ورك، وإذا مش متوفر ممكن مع مرقة الدجاج، مع مكعبين مرق الدجاج. بخصوص الملح، أنا ضايف الملح على مرقة الدجاج. هان حمص، هذا اللي لقيت الحمص متوفر عندي، حمص بني، ممكن حمص أبيض كمان بطلع أطيب، حمص الأبيض. نتركها على نار متوسطة تقريبا 15 دقيقة، وهيك اللي هو الكسكسي جاهز للسكب، بنحركه وبنسكب، هيك تقريبا جاهز بعد 15 دقيقة. تقريبا 15 دقيقة على نار متوسطة، هيك بنسكب، وصحة وألف عافية.
ومثل ما حكيت لكم بخصوص البهارات الدجاج، يعني اللي هو 25% يعني عيارين ونص، 10% يعني عيار، يعني مثلا معلقتين ونص ممكن نحط اللي هو 10% معلقة، 25% معلقتين ونص معلقة، صحنين ونص صحن، 10 معالق 25 معلقة. نعمل خلطة بهارات ممكن نحتفظ فيها، نحتفظ فيها في البيت، نعمل كمية ممكن كتير كتير، يا روعة. صحة وألف عافية. أتمنى الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس. شكرا كتير لكم، مع السلامة.